اللي انه ما كان شريكه مع النائب زياد اسود عضو تكتل اللي عنده حق الرد. تفضل استاذ زياد، مساء الخير. مرحبا، مساء النور، كيفكم؟ يا اهلا. عندك رد او توضيح له علاقه ب طبعا. اول شيء خليني اقول لك شغله استاذ جورج، انا ما كنت عم بحضر الحلقه بس حدا قال لي انه رياض جاب سيرتي بموضوع توفيق سليم. كان شريك. تكون واضح، انا امبارح سالتني اذا بتعرفه، قلت لك ايه بعرفه. بس ما قلت لك ليه بعرفه، لاني انا كمحامي ملزم بحفاظ على اسرار الملفات اللي بتكون بين ايدي اذا كنت وكيل قانوني. انا من 5 سنين انا بالاساس وكيل صهره لجوز اخته اللي عايش بالكويت. من 5 سنين او اكثر لمن وقع توفيق سليم بمجموعة مشاكل مع مرابين بشيكات بلا رصيد، طلب مني من عائلته ومن والدته ومن صهره اني اتوكل عنه، وتوكلت عنه بملفات متعددة، وهي دول الملفات تركتهم انا بعد سنة وشوي تقريبا، وصار في وكيل اخر من 4 سنين لليوم. انا قلت من 5 سنين يا استاذ زياد. لحظه شوي يا رياض، خيي بتحكي انت وبتجاوب حالك، خيي عم تطرح كبيت اللي اسمه بالاعلام. بس هو قال انه من 5 سنين حضرتك قلت من 5 سنين. خيرو طيب، خيرو اتركنا نحكي، تفضل احكي كلها. من 4 سنين لليوم توفيق سليم عنده وكيل قانوني اخر، بمعزل عن اللي انت عم بتقوله. انا ما بسمح لنفسي اقول اكثر من هيك، بس قلت لك ايه بعرفه، وبعرف انه سيرته الذاتيه والمهنيه مش سليمه. تاكد لك اكثر، لمن وقع امه بمشاكل، صحيح، وقع صهره بمشاكل، صحيح، ودور باسم صهره، انا اللي وقفته، انا اللي ادعيت عليه، وانا اللي وقفته. كان عم يسرح ويمرح. ما يمكن ذكرت اسمك انا مشان تقول هيدا الحكي. بتمنى عليك ما تجبرني احكي اكثر من هيك. خلاص بكفي هالقد، باسرار المهنه بكفي هالقد، بكفي هالقد. انا بهمني بالقصر يسمعوا هذا الحكي، بكفي هالقد، ما بدي اكثر انا من هيك. وصل وصل هيدا التوضيح. تقلك ما خلص بكفي، بدك لازم تعرف اكثر كمان يمكن لترتاح. انه توفيق سليم من 6 سنين لليوم ما بيقدر يشتغل معقب معاملات كمان. عظيم جدا. هيدا بيجاوب بدري ظاهر الامبارح شو بيقول عنه، لا بيعرف عنه للتأسين. لا هيدا مش بس بيجاوب، مش بيجاوب بدري ظاهر، هيدا بيبرر بدري ظاهر لانه ما عنده شيء توفيق سليم يشتغل فيه على البوست. ما هو نزل بيان، ما هو نزل بيان امبارح. ما بيقدر ينزل بيان عمي، بدري ظاهر نزل بيان ذكر تأسين. ما هذا اللي عم بقول لك عنه. توفيق سليم ما في يشتغل على مزبوط يعني. ما انا متفق معك بهيدا الشيء يا استاذ زياد. بالاساس وما عنده بالاساس ختم، صحيح، بس معقبي المعاملات يستعملون او يستعينون باختام مخلصين، صحيح، عندهم اختام، صحيح، لذلك بس مش منا شغله مش مألوفة ومش صايره، ولكن توفيق سليم كل لبنان وعلى البور بيعرف انه لا يركن اليه ولا ثقه فيه. عظيم. بس بدري ظاهر بيحكي اكثر من بدري ظاهر وزع امبارح بيان، امبارح ولا اول امبارح بيان، قال فيه بانه عنده تسجيلات، عم يبرر قبل ما ننزل التسجيلات بانه بسبب الخلاف على هذا الكونتينر كان عنده تسجيلات واتساب لحل الخلاف مع الشاحن ليشوف شو قصه هذا الكونتينر. هيدا بيان، هذا صار تفصيل اخر انا ما بعرف. اوكي، شكرا اللي انا بعرف. شكرا لك زياد اسود على هالتوضيح. رياض.